بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 82. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة مع درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. الريح هي ما يجري من تحرك الهواء وما تثيره من الغبار وما قد ينتج عنها من الضرر. والريح جند من جند الله عز وجل، أهلك الله بها أمة من الأمم وهي قوم عاد، أهلكهم الله بالريح العقيم كما ذكر الله ذلك في الكتاب الكريم. فهي جند من جند الله، تأتي بالخير بأمر الله وتأتي بالشر، وهذا راجع إلى الله الذي يدبر الأمور ولا يرجع إلى الريح نفسها، إنما هي مدبرة، فهي لا تسب ولا تحمد. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، لأنها مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فيسألون الله أن يأمرها بخير وأن يصرف شرها عنهم. أسألك من خير هذه الريح ومن خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما أمرت به. هذا هو العلاج. وأما سب الريح فلا يجدي شيئا، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن في هذا سب لمن دبرها و قدرها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، كما ذكرنا أنه يسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها، لأنها تأتي بالخير وتأتي بالشر، وذلك بأمر الله الذي دبرها وأرسلها سبحانه وتعالى، فهو يسند الأمر إلى الله ولا يسنده إلى الريح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل: الأولى النهي عن سب الريح. على صريح في قوله: لا تسب الريح، فإن لا ناهية. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الأمر الثاني الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره من الريح أو خاف منها، فيقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به، فيرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الريح، وهذا من تحقيق التوحيد. نعم. المسألة الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، في الحديث بيان أن الريح لا تدبر من نفسها، وإنما هي مأمورة بأمر الله.
الله يرسل الرياح لواقح، يرسل الرياح مدمرات، يرسل الرياح مثيرات للسحاب، يرسل الرياح ملقحات للسحاب، يرسل الرياح مؤلفات للسحاب، فهي مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، قد تؤمر الريح بخير من تأليف السحاب وتلقيحه ونزول المطر منه، وحمل السحاب أيضا حمله إلى الجهة التي أرادها الله عز وجل، ففيها مصالح، يسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها، لأنها قد تأتي بالعذاب، تأتي بالدمار، تأتي بالنقص في الثمار والزروع. نعم. شيخ صالح، من الأسئلة في هذا الباب، باب النهي عن سب الريح، المؤلف رحمه الله شيخ أطلق النهي ولم يذكر تحريما ولا كراهة. الأصل في النهي التحريم، هذا الأصل في النهي أنه للتحريم، ولا يصرفه عن التحريم إلا دليل آخر يدل على أنه لكراهة التنزيه. نعم. ما الفرق يا شيخ بين الريح والرياح؟ الرياح جمع، الرياح جمع والريح مفرد، فالرياح جمع ريح، هذا الفرق بينهما. نعم. وما الحكمة يا شيخ من النهي عن سب الريح؟ إلا أنهم بعضهم يقول إن الريح إنها إذا جاءت بهذا اللفظ يخاف منها، لأن الله أهلك بها أمة من الأمم، وأما الرياح يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فهي تدل على الخير. نعم. شيخ، الخير الذي يكون من الريح ما هو يا شيخ؟ كما ذكرنا أن الريح فيها مصالح، أنها تلقح السحاب بالماء، أنها تؤلف بين السحاب المتفرق، أنها تسوقه إلى الجهة التي أمر الله بإنزال المطر فيها، أنها تحمله إلى ذلك، الله جل وعلا جعل فيها مصالح. نعم. شيخ صالح، وصف الريح بأنها شديدة، هل في شيء شيخ؟ لا، وصفها بأنها شديدة، أنها حارة، أنها مغبرة، لا شيء فيه، هذه صفتها، هذه صفتها أنها طيبة، جرينا بهم بريح طيبة، هذه صفتها. نعم. الشيخ صالح، هل في سب الريح اعتراض على أقدار الله؟ نعم، فيه إسناد الأمر إلى الريح، إذا حصل ضرر يسنده إلى الريح، والذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الريح مسخرة مدبرة بأمر الله، فهي جند من جنود الله عز وجل. نعم. نريد أن نختم هذا اللقاء، ما المستفاد يا شيخ في هذا الدرس، باب النهي عن سب الريح؟ المستفاد منه كما ذكرنا أن الإنسان لا يتكلم في ذم الريح أو مدحها، وإنما يشكر الله على ما فيها من خير، وأيضا يعرف أن ما جاءت به من الضرر أنه من الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله على قدره ويتوب إلى الله، لأنها ما تقدر بالشر إلا بذنوب العباد، فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله في علمكم على ما شرحتم وأبنتم وأجدتم، جزاكم الله خيرا في شرح هذه الدروس الطيبة المباركة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان معنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ وبارك الله في علمه، وشكرا لفريق العمل في هذا اللقاء، وتحية من مسجل هذه الحلقة الزميل عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.